من عبق الماضي وخبرة الآباء العريقة، مزجنا الذوق الرفيع بالجودة الفائقة، واخترنا حبة القهوة العربية الأصيلة ليظل بن أبو رشيد عنواناً وحيداً للمذاق المتميز. منذ العام 1970 وبن أبو رشيد ماض في تطوير منتجاته، حيث ينتج المصنع القهوة العربية بجميع خلطاتها، والقهوة التركية، وقهوة الفلتر، وقهوة الإسبريسو. شركة مطاحن بن الرشيد هي المصنع الأول والوحيد في فلسطين. الموزع المعتمد في محافظة طول كرم أسامة أبو محمد 0592-571-502 قلقيلية شارع القدس قرب المدرسة التركية للبنين على هاتف 0929-942-788.